تامر، انت بتتكلم على كريم نيدفيد واحنا مجهزين بعض الحالات هنتكلم عنها دلوقتي، ولكن لو جاهز برضو يا سمير تقول لنا علشان يعني نقوم نروح. طيب يلا نطلع على الشاشه هنا علشان برضو نقول للناس كلنا وجهه نظرك. يلا كلنا تعالى اتفضل يا كابتن شيخ. واحد واحد بتاخد واحد واحد. واحد واحد. انا بقالي كتير ما جيتش. تعالى انا شيخ اتفضل معانا والله. لا يا حبيبي تعالى تامر اتفضل. دلوقتي احنا عايزين نتكلم عن كريم نيدفيد واهم ما يميز كريم نيدفيد في مباراه اليوم الحقيقه او في خلال المباريات السابقه. كريم واحد من اهم وافضل اللاعبين. ليه؟ تامر هيقول له. اتفضل يا تامر. بص يا كابتن اسلام، الفقره دي عاوزك تحط لها عنوان ان ليه معدل التهديف عند كريم نيدفيد عالي. نعم ده عنوان الفقره اللي احنا هنتكلم عليها. طبعا لازم ارجع كده ايه، يا اما هقلع النضاره بقى عشان ايه اشوف. معلش خد خطوتين ورا. مش مهم بقى الضوء والكلام ده مش مهم. طبعا دي اهداف لكريم نيدفيد، لكن انا عاوز ابدا اوري لك ان في شغل للمدير الفني. بالتحديد بدا الشغل ده، بدات الاحظه في مباراه امبي اللي كان الاهلي متقدم فيها واللي كان فيها هدف في الاخر مثير للجدل. لو امكن ممكن نبدا نعرض حالات كريم نيدفيد في مباراه امبي، بس نعم. عاوز ارجع لها شويه بس من هنا، عاوز اقف لها. لا عاوز ارجع فريم شويه. بص يا اسلام احفظ اللي انا هقوله لك ده. ماشي. جونيور اجاي لما هيبدا يطلع لازم هتلاقي ان على طول كريم نيدفيد بيتحرك في ظهره. مارتن لاسارتي بيشتغل على حاجه معينه، ان اللعيب العربي والافريقي بصفه عامه عينه باستمرار على الاتجاه اللي برافو عليك، الاتجاه اللي جايه منه الهجمه او الكروس. اللعب في الناحيه اليمين، فالمدافعين كلهم في عينيهم على الناحيه اليمين، ناسيين تماما اللي بيتحرك في ظهرهم. وهتلاقي المشهد ده متكرر جدا، ان جونيور اجاي دايما يقطع على ايام القريب، وتلاقي كريم نيدفيد جاي من تحت غير مراقب بيقطع في ظهره باستمرار. احفظ الشكل ده، لان هو ده الشكل اللي جاب منه كريم نيدفيد هدف التعادل في شبيبه الثوره في الجزائر هناك. هنا اتطرف اعتقد كان ناصر ماهر. بص ايوه لا ارجع شويه، معلش يا سمير هعذبك شويه في الفقره دي. كريم نيدفيد هو اللي داخل عامل بينقض عند الكوس بتاع ال 18. هتلاقي جونيور اجاييه كاي تحرك مهاجم بيقطع على الايام القريب، ابدا امشي يا سمير واحده واحده. ده كريم نيدفيد باستمرار يا اسلام. في حته هنا لو تعالى لي يا سمير في جزء هنا فضي. برافو عليك يا اسلام. فوق دي هو ده الجزء اللي اجاي دخل بيه باللاعب وفضى في ظهره، فضى الجزء ده في الظهر في الحته برافو اللي فوق دي. هنا دخل كريم اهو. تكمل. اتاكد على اكد على نقطتين يا اسلام. كريم نيدفيد بيجيد التحرك في المساحات الفاضيه كويس جدا. أيوه. وما بين السنتر باكين دايما جونيور اجاي لما بيتحرك على طرف بيفضي له المساحه. يعني انا وانت اتنين سنتر باكين المسافات قريبه، لما انا واخد جونيور اجاي لو جونيور اجاي اتطرف بره انا بطلع، وبالتالي في مساحه كبرت للراجل اللي جاي من تحت الغير مراقب. هو بيتحرك في المسافه اللي ما بين السنتر باكين. وده اللي دايما بص لو اول لما هو بيحط ضربه راسه، طبعا دي ما جابهاش جول، دي حطها في اخر دقيقه في الشوط. بص اقف بس عاوز ارجع شويه يا سمير. واقف. بص المسافه ما بين الحلواني وما بين رامي صبري قد ايه. ارجع كمان يا سمير بعد اذنك. كمان وهي دي المسافه اللي بيستغلها بس سواء ناصر ماهر او حسين الشحات في اللعبه دي، والدخول كريم نيدفيد في الحته صح. مش ناصر ماهر اعتقد انت حسين صح الشحات. حسين الشحات اللي عامل كروس قبل ما سمير يحرك الفريم. في اربع خطوات ما بينه وما بين الحلواني اللي في ظهره، وفي حوالي ثلاث او اربع خطوات زيهم ما بينه وما بين رامي صبري. تمام. هو طبعا لسه ما اجتش ضربات الراس، لكن حطها دي فوق. امشي يا سمير بقى خلاص، دي اخر لعبه في الشوط الاول، حطها ضربه راس فوق العارضه كانت في الثانيه الاخيره من عمر الشوط الاول. حفظت الشكل ده. يا ريت يا سمير يلحقنا بهدف التعادل بتاع شبيبه الثوره. ماشي. لان الرجاله في الاخراج تعبوا معايا جدا فكتر خيرهم. دي طبعا الاعاده بتاعتها. بص هي الكره دي عاوزين نبدا نتكلم عليها. لا ده ماتش دجله. ده ماتش دجله. تمام خلاص مفيش مشكله لغايه لما هو لاسارتي يعني. برضو بيشتغل على ايه يا اسلام؟ ان هو بيقرب كريم نيدفيد. بص كريم نيدفيد هتلاقيه رايح اول لما حسين الشحات هيستلم الكره. بس عاوز اقف. لا عاوز اقف سنه، ارجع سنه بس. المسافه ما بين السنتر باكين قد ايه؟ سبعه. جاي قطع على القائم البعيد، او الفرود في الاهلي كان في المباراه دي قطع على القائم البعيد، هو قطع المره دي. يعني هو دايما بيتحرك عكس التحرك بتاع راس حرب. المهاجم راح على القايم البعيد، هو بيروح على القايم القريب. المهاجم راح على القايم القريب، هو بيروح في ظهره. كده احنا فهمنا الفكره. كمل بقى بقيه اللعبه. بالظبط. دي طبعا برده ما جابهاش جول. قطع على القايم القريب في المسافه اللي ما بين السنتر باكين. تمام. يعني دايما بص بيوصل لجوه الست ياردات يا اسلام. عمرك ما كنت بتشوف دايما المكان الفاضي زي اللي بيني وبينك، هو دايما اللي بياخد بيتحرك فيها. مظبوط. طيب اللعبه اللي بعد كده، الحاله اللي بعد كده على طول برضو في المباراه دي، لان كنت بكلمك عليها عاوز ارجع بس لسنه. معلش يا سمير، اولا كريم نيدفيد مش في الفريم خالص. تمام. كريم نيدفيد هيبدا يظهر من هنا. دي النقطه اللي انا كنت بقول لك عليها، اللي بيخلي نص اللعب كله في نص لعب المنافس. كريم نيدفيد قطع انقض في منتهى الخطوه بمنتهى القوه. تمام. وقطع واستخلص. وبص لما لعب اتحرك في ظهر مين؟
بص لعب ممكن اي واحد، هرجع سمير بعد اذنك، هو بيلعب اي لعيب من نص ملعب يا اسلام ممكن يقول لك انا قطعت هسلم اقرب واحد وقف. برافو عليك، شفت انت قلت ايه؟ وقف خلاص دوري انتهى. لا هو الراجل بيتحرك، لعب بالعرض اعتقد لناصر ماهر او امشى سمير، بص اتحرك في ظهر مين يا اسلام؟ في ظهر المدافع. وكان فيها ذكاء كمان جدا انه عطل شويه الهجمه لانه كان هيبقى في وضعيه تسلل. عارف لو جبت لنا اللعبه بتاعت طيب احنا هنكمل الحالات في حالتين ثلاثه سرعه سرعه بس دي زي ما قلنا ان هو بيفسد، بيجيد افساد هجمه المنافس من تمام. الحته اللي قطع اللي بعد كده سمير اللي بعد كده سمير بص بقى هرجع لها معلش برضو يا سمير، برضو يا اسلام ما كانش في الفريم. بص جاي من تحت جيرالدو، والنقطه اللي بكلمك عليها في اتنين رايحين يقابلوا جيرالدو. بص ادي الاثنين بتوع وادي دجله، هو هيجي من عند الحكم دايما في الجزء الفاضي. برافو عليك. بص المسافه ما بين لعيبه وادي دجله قد ايه، المساحات الفاضيه ما بين الخطوط بتاعه وادي دجله. هو بص حاطط الراجل جاي فين هنا، لو مستلم سنه قدام وحاطط بوش رجله صح جول تمام. اللعبه اللي بعد كده اللعبه فاضل اللعبتين بتوع افريقيا اعتقد شباب اتمنى بتاعت سيمبا الحقيقه بتاعت سيمبا. بص الاول عاوزك تبص على ده مين يا اسلام، ده جونيور اجاي. تمام. كريم نيدفيد مش في الصوره خالص. اجاي بره الصوره، هتلاقي ان كريم نيدفيد جاي في منتهى الانقضاض، جاي من ظهره قاطع على القائم البعيد. يلا يلا نبدا نبص. بص اجاي بره الصوره خالص، مفيش عمق هجومي. تمام. ودايما بص على المساحه اللي ما بين السنتر باكين. اي خمسه سته يا كابتن شريف انت معانا في سته سبعه كده. ها؟ سته سبعه يلا. تمام. يلا. هنبدا نمشي يلا. اعتقد اللي عمل الكروس حسين الشحات مظبوط. حسين الشحات هو اللي عمل الكرة بالعرض، امشي يا سمير عادي. لان دي حقوق اوكي ده في صور ماشي. اللي بعد كده أوكي. طيب. الفريم بص بس. احنا هنا بص وصل فين؟ بقى جوه الست ياردات يا اسلام. وكل ده جونيور اجاي لسه ما دخلش. اهو جونيور اجاي زي ما هو. هو متحرك لبره عشان زي ما بنقول يفضي له المساحات تمام. اللي هي بتاعه الحاله المهم. اللي بعد كده الحاله اللي بعد كده برده في نفس المباراه دي، لان هو جاب اثنين في مباراه بس واحده واحده بقى. بص كريم نيدفيد فين يا اسلام؟ ده كريم نيدفيد. بص منتهى الانقضاض، بص جونيور اجاي، وبص لعيبه سيمبا التنزاني كل عينيهم على الجول بتاع حسين الشحات اللي هو لعبها له حسين الشحات مظبوط. ده الجول الخامس. ده الجول الخامس تمثيل للي انت بتقوله بالظبط. ده الجول الخامس. بص الجونيور اجاي وكل التركيز بتاع الثلاث لعيبه بتوع سيمبا على الراجل اللي معاه الكوره. أيوه. والراجل ده في منتهى الذكاء هيتحرك في ظهر جونيور اجاي اللي هيفضل محافظ على تمركزه، وهيتحرك ما بين السنتر باك اللي هو حسين الشحات ما بينهم. برافو عليك. هنبدا طيب. نمشي بالفريم اللي بعديها. بص دخل فين؟ بص كريم نيدفيد دخل دايماً فين؟ دايما في المسافه يا كابتن شريف يا دكتور احمد، دايما في المسافه اللي ما بين الباك ليفت والسيرد باك. سلام عليك يا اسلام. صح. وجونيور اجاي زي ما هو، الراجل بص عينيه فين؟ على اللعب، وده متحرك في ظهره. تمام. اتحطت له في ظهره، هو طبعا جاي بسرعته، السنتر باك بيتحرك من الثبات، طبعا بتبقى الافضليه للي جاي بالحركه بيبقى افضل. اتحطت له في ظهره، كريم نيدفيد هيتحرك في ظهره. ده الفريم اللي بعد كده سوبر رانر. سوبر رانر بلاير، يعني ده مظبوط اللاعب اللي هو الخفي اللي جاي من الخلف. برافو عليك. برافو عليك يا كابتن شريف. هو ده اللاعب الخفي اللي جاي من الظهر اللعيب بقى انفرادي يا اسلام. واقرب واحد ليه على بعد اربع خطوات، لان زي ما قلنا هو جاي من الحركه، جاي مواجه للجول. السنتر باك لسه هيبدا يعمل ترن ويتحرك عشان يحاول يقطع مع الراجل. لا هو طبعا ده لو كان معانا فيديو كان هيبقى تمثيل طبعًا. لكل اللي انت بتقوله. اخر حاجه بقى هدف شبيبه الثوره، لان هو كوبي بيست من الهجمه اللي ضاعت في مباراه امبي. ده جونيور اجاي. بس ده جابها جول هنا. ده التعادل. جابها جول التعادل. وكانه بيكسفني وهو انا بلعب براسي اهو. جبت جول براسي. وهو هنا مش موجود في الكادر برضو. مش واضح هو اللي هناك يا اسلام. اللي هناك خالص ده ناصر ماهر. وهو اللي هناك مزبوط. زي ما اتفقنا جونيور اجاي كل ما بيطلع لبره هو لازم بيروح في ظهره. هنا جونيور اجاي تقدر تقول هو طلع بره عشان يبدا يجري محمد هاني. هنبدا نمشي بالفريم اللي بعديه. وبص قاطع فين؟ ادي كريم نيدفيد يا اسلام. جاي في المساحه اللي دايما زي ما انت ذكرتها، السنتر باك اللي ناحيه اليمين والباك رايت اللي جاي يعمل تغطيه عكسيه. دايما المسافه اللي ما بين اي باك رايت او ليفت هو بيتحرك ما بينها. برافو عليك. جونيور اجاي بياخد له واحد من السنتر باكين على بره، وهو بيجي في المسافه اللي ثانيه اللي ما بينهم. دي طريقه لعب او ده اسلوب لعب النادي الاهلي او محفظه مارتن لاسارتي. ده شغل مارتن لاسارتي واضح، لان معدل اهدافه. وخلي بالك هو نفس الطريقه دي عمرو السوليه قريب منها جدا، وباينت قوي كمان في جول وادي دجله انه رايح في الحته اللي معلول عملها. طيب. ادي كريم نيدفيد قطع على القائم البعيد في ظهر جونيور اجاي. لا ده كان اجاي ولا ده اجاي؟ الصوره واحد فيهم. واحد فيهم طبعا. كريم نيدفيد قطع على القائم البعيد كره امبي بالظبط، قطع على القائم البعيد وحطها، بس المره دي حطها جول ما حطهاش فوق العرض. يلا بينا.